من اللاعبين كمان اللي تألقوا في مباراة منتخبنا المصري امبارح كان لاعب من اللعيبة اللي الحقيقة يعني بيشتغل في صمت خلال الفترة اللي فاتت، واللي محقق أداء مميز جدا مع النادي الأهلي، واللي مبسوطة قوي فكرة سرعة استجابة المنتخب المصري وضمه، وهو طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر أثبت إن هو يعني تألقه مع النادي الأهلي مش صدفة. لاعب ملتزم، منضبط، مركز، عارف هو عايز إيه في الفترة دي، كان غايب عن المشاركة، محدش سمع إن هو بيعترض، محدش سمع إنه عامل مشكلة، استنى الفرصة، ولما أخذ الفرصة أثبت نفسه. وأثبت كمان إنه يستحق الانضمام لمنتخب مصر، ولما انضم تألق. وكمان عاوزين نشيد بأداء مصطفى فتحي، الحقيقة إنه مش بيشارك كتير، وقلة عدد الدقايق اللي بيشارك فيها مصطفى فتحي، ولكن ما بيتقللش من قيمته ومن فكرة إنه لما بيشارك بيصنع الفارق، وطبعا شارك امبارح وتألق وظهر بمستوى مميز ايضا. كمان المدافع محمد ربيعه اللي شارك مع منتخبنا المصري لاول مره. تعالوا نشوف كده معاكم اللعيبه هيقولوا لنا ايه، نشوف لقاء مع الثلاثي ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا. الحمد لله الماتش كان صعب، واحنا كناش عايزين النهارده يعني نرجع خسرانين، كنا عايزين نرجع يا اما كسبانين او متعادلين، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتعادل. وطبعا بشكر كابتن حسام على الثقه اللي هو ادهاني النهارده، يعني اتكلم معايا قبل ما اجي واتكلم معايا في المعسكر بشكل ايجابي واداني الثقه، والحمد لله النهارده ان انا قدرت ابقى المسؤوليه وقد الثقه اللي هو ادهاني. لا والله هو مفيش اي اختلاف من الشغل اللي انا بعمله، انا من ساعه ما انضميت الحمد لله في توفيق طبعا من ربنا، وهو واقف جنبي الفتره دي الحمد لله، يعني هو انا بتعب وبعمل اللي عليا، وممكن الحاجات دي ما كانتش باينه للناس في الفتره الاخيره عشان مثلا ما فيش اجوان ما فيش اسيستات، بس الحمد لله من اول السنه دي ربنا كرمني في الحاجات دي، فان شاء الله يعني تكمل ويبقى احسن بكتير ان شاء الله. لا واتكلم معانا طبعا، يعني المجموعه الموجوده النهارده كلها لعيبه على اعلى مستوى، وطالما الكابتن حسام جابها بمنتخب يبقى هم لعيبه على اعلى مستوى، هي بس الفكره ان احنا محتاجين المعسكر طبعا، يعني ما لحقناش ان احنا لسه نلعب مع بعض كتير وكده، فالنهارده كان في قلق شويه مثلا في التشكيل ان احنا ممكن نبقى مش متعودين مش متعودين على بعض وكده، بس حصل عكس كده تماما. الشوط الاول كنا قريبين من بعض وبنلعب كوره، وحتى الخصم ما كانش فيه اي خطوره علينا خالص، واكيد بقى المعسكرات الجايه ان شاء الله يبقى في انسجام اكتر، ومع المجموعه كمان اللي مش معانا يبقى الانسجام احسن بكتير ان شاء الله. اكيد يعني هو انت خلاص انت بتلعب في منتخب مصر، فكل اللعيبه المفروض تبقى على قد المسؤوليه، واي 11 يلعبوا هيبقوا يعني هيبقوا على قد المسؤوليه وهيدوا 100%، وطالما انت موجود في منتخب مصر يبقى انت لعيب كويس والمدرب مقتنع بيك، وانت بتمثل بلدك، يعني دي بتبقى حاجه مختلفه، انت مش بتمثل النادي، ف دي بتبقى مسؤوليه كبيره، واللعيبه كلها على قد المسؤوليه ان شاء الله. الحمد لله يعني. الحمد لله طبعا بشكر ربنا قبل اي حاجه. والله انت زي ما بتقول احنا عندنا غيابات بس اللعيبه كلها رجاله، كابتن حسام يعني حط حاجه جوه اللعيبه كلها، اللي هو احنا كل ماتشاتنا بنلعب عشان المكسب، حتى اللعيبه كلها لعيبه المنتخب الاولمبي كلهم لعيبه كبيره وكلهم شاركوا في ماتشات زي كده وحاجات يعني نفس القصه يعني في ماتشات افريقيا او الاولمبياد، فهم عندهم خبرات كافيه ان هم يلعبوا الماتشات دي عادي جدا. انت عارف كابتن حسام طبعا عنده خبرات كبيره جدا، فهو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يدخل عناصر جديده في المنتخب عشان بعدين ان شاء الله يبقى دي الناس اللي هتكمل باذن الله، يعني اللعيبه الصغيره بتخش في وسط اللعيبه الكبيره عشان يدوم خبراتهم وياخدوا من خبرات اللعيبه الكبيره، فهم اللي يكملوا باذن الله. مصطفى فتحي كابتن لمنتخب مصر. الحمد لله اول مره في حياتي الحمد لله. انا عشان لعبت انا بدري شويه عن شناوي، انا لعب 2015 وشناوي لعب 2018 تقريبا، فانا كابتن المنتخب الحمد لله، يعني حاجه اعتز بيها طبعا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحمد ربنا الاول على كرمه وشكره طبعا، فالحمد لله على كل حاجه انا فيها. تاني حاجه بشكر طبعا كابتن حسام والكابتن ابراهيم على ثقتهم فيا. انا جاي النهارده اول ماتش ليا دولي، فكان نفسي ان انا اول مشاركه ان انا نكسب النهارده، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، فريق قوي برده وفريق محترم وعلى ارضه، والحمد لله على النتيجه، وان شاء الله اللي جاي كله افضل ان شاء الله. طبعا طبعا هم اللعيبه الكبيره الكابتن شناوي كلهم اتكلموا معايا وقبلهم الكابتن حسام ان احنا عندنا ثقه فربنا سما فيك كبيره، انت ما جيتش هنا بالصدفه، لا انت جاي بمجهودك وجاي ان انت لعيب كويس، واحنا كنا واثقين فيك وفي ظهرك ومعاك، ف
صراحة يعني كانوا داعمين ليا، فالحمد لله يعني ربنا اكرمني النهارده، ويعني انا حاسس ما كانش احسن حاجة، بس يعني الحمد لله. لا حاجة جميلة، مش أحسن حاجة كمان، لسه عندك طبعا أكيد لسه كتير طبعا. طبعا لسه ان شاء الله اللي جاي افضل. وتاني حاجة بشكر برضو كابتن حسام وكابتن ابراهيم فعلا على ثقتهم فيا، يعني ديت بصراحة يعني خطوة ما مش اي حد ياخدها بصراحة. ابراهيم قال لك الحاجة اختارت لك عروسة وشها حلو عليك. بصراحة هم، لا هي هم بصراحة اختاروا لي، وانا بصراحة يعني خطيبتي يعني وشها حلو عليا، وبنت حلال، بنت ناس كويسة، اهلها ناس كويسة، فالحمد لله ربنا يكرمنا بقى والجوازة تتم على خير. حدد ده مع كابتن حسام قبل ما تحدد مع العروسة على ميعاد الفرح. طبعا الكابتن حسام كله في كله، بس نرجع بقى للكابتن احمد سامي بقى ان شاء الله ان هو يعني يكون بقى الكابتن احمد سامي برضه بشكره جدا، وبشكر نادي سموحه وبرئاسته الباشمهندس فرج عامر، بجد يعني من الناس المحترمه جدا، وبالذات الكابتن احمد سامي والكابتن احمد عبد العزيز والكابتن صلاح امين، بصراحه جهاز محترم بصراحه، يعني سبب اللي انتوا شفتوه النهارده يرجع لربنا ثم ليهم ثم اختار الكابتن حسام، فده يعني بحب اشكر الكابتن احمد سامي فعلا على مجهوده معايا.